شهدت مدينة زاخو خلال السنوات الماضية اتساع رقعتها الزراعية وتحويل العديد من الأراضي القاحلة إلى واحات خضراء على يد مزارعين نازحين من شنغال ليجدوا باستغلالها وزرعها لكسب لقمة العيش داخل مخيمات النزوح. خيري الذي يبلغ من العمر 35 عاماً والذي بدأ بمشروعه الخاص باستصلاح أرض زراعية بمساحة 5 دونمات تتنوع بين الطماطم والباذنجان وغيرها من المحاصيل، بعدما لجأ مع أفراد أسرته إلى زراعة مساحة من الأراضي التي قام بتأجيرها. نناشد حكومة العراق تقديم المساعدات بصورة أكبر، وذلك عبر شرائها لمحاصيلنا التي يتم إنتاجها في هذه البساتين، لأن أسعار المواد الزراعية قد ارتفعت، كما أننا نأتي من مخيمات النازحين للعمل في هذه الأراضي، وبعد حصد المحصول لا يباع بأسعار جيدة لتسد مصاريفنا، وقمنا بزراعة الكثير من الخضروات في أرض تبلغ أكثر من 5 دونمات بمحاصيل متنوعة، كما أسلفنا منها الطماطم والفلفل والخيار والبطيخ وأنواع أخرى من الخضروات. مشكلاتكم. وبحسب مديرية الزراعة في مدينة زاخو بلغ المساحات المزروعة في المدينة ما يقارب 3500 دونم، فيما تبلغ نسبة النازحين العاملين بالزراعة في زاخو ما يقارب 70%. بالنسبة للمساحات المزروعة في دار زاخو المستقلة بحدود 3500 دونم موزعة على عموم الإدارة الزاخو المستقلة، قضاء زاخو وقضاء باطوفة، موزعة على النحو التالي: بحدود 2000 دونم طماطة وباقي المزروعات الأخرى الموزعة على الخيار ورقي والباذنجان والفلفل، إضافة إلى حدود 1000 إلى 1500 دونم مزروعة بزراعة البطاطا والبصل. بحدود 70% يشتغلون من النازحين الأيدي العاملة يشتغلون بزراعة المحاصيل الصيفية. الكفاح لكسب الرزق كان واضحاً وسط معاناة مستمرة للنازحين داخل المخيمات، لتتعالى هنا الأصوات للحكومة الاتحادية مناشدين بضرورة شراء محاصيلهم لكسب لقمة العيش. لقناة زاكروس الفضائية، نجلة السندي، زاخو.